اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. الحقيقه النهارده ضيفي صديق عزيز عليا جدا وبينا مواقف كتير جدا وعشره، وكان في مواقف كتير قوي وقف فيها جنبي. الحقيقه كان صعب جدا ان انا ادخل عليه دخله اللي هنتخانق او الطعه او ادخل اتخانق معاه، ما كانتش تدخل عليه ابدا لان هو عارفني كويس. حاجه تانية، موضوع النيل والنط في النيل وكده اتسرب له، اتعرف ان سعد عمل حلقه جوه النيل وكده، فخلاص ما ينفعش ان انا اعمل معاه كده. فكرت كتير قوي، قلت لو عملت فيه اللي انا عملته في الشريف مدكور وعصام كاريكا. طبعا معروف عن الشريف مدكور ان هو انسان بيتكسف جدا، فممكن يكون اللي هو يعني اوت اوف ان هو جنتلمان جراني في الكلام. معروف طبعا ان عصام روميو قلبه كبير، اي حد هيقول له بحبك هيقول له وانا كمان بحبك قوي 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 قوي. هل محمد نور اللي بيتقال عليه انه دايركت جدا وماشي جد جدا بالرغم من صغر سنه، هل انا لو قعدت وقلت له انا كنت بحبك و هيرسم بقى على المذيعه وهيقع في حبها وحتى لو هي كانت صديقته هيمشي اللحظه، ولا هيصدها وقلبه مش هيبقى ابيض؟ قلبك ابيض يا محمد يا نور ولا؟ بلاش تنط بقى، بلاش تنط، بلاش والله خطر عشان لسه عندك شغل وكده. سؤالك انت؟ لا ما اعرفش اعوم والله. انت بتعمل ازاي؟ اقسم بالله وحياة ولادي ما اعرف اعوم. وحياة علي وعمر غريبة قوي. طول عمري وانا صغير ما بروحش وبخاف يعني، فاهم قصدي؟ عندي العقلة دي. طب ما اتعلمتش اعوم ازاي يعني؟ مش عايز اعوم، عندي فوبيا بقى يعني، مش خاصة اعوم يعني، بخاف يعني، بخاف وبيديني بانيك كده بقى. هنوقف الموتور ده امتى؟ هو في مشكلة اساسا، مش بعمال يقطع ومش قادر يقف. يعني الصوت ايه؟ هو اساسا في مشكلة هيلف ويرجع عشان في مشكلة. هنقف ليه؟ يعني نبتدي ولا لا؟ الصوت دي مشكلة بقى يقف خالص. عايزة انط. ده المية النيل مش صعبة زي ما الناس بتقول، هي بس صعوبتها في ان التيار بيبقى مثلا رايح اتجاه معين ما ينفعش تعوم معاك. المية دي نفسها كلها فوبيا حياتي، أكتر حاجة في حياتي بتخليني أخاف. ليه؟ مستحيل. احمد شاي بقول له تيجي تنط معايا؟ لا يا عم، لا مستحيل. انا قلت له ان انت بتعوم بقى، فانت شجاع بقى، فانت بتعرف تعوم. قال لي اعرف بس لا. عايز اقول انت قلت له اني اصلا انا ما بعرفش اعوم من وانا صغير. المايه دي بالنسبه لي حاجه بتخوف كده. طب احنا هنعمل ايه كده بقى؟ الصلاه على النبي. ايه؟ بس لا ما عاد النط، ما عاد بيت النط. انت مستعديه ولا بلاش؟ بلاش نط والله، بخاف عليك بجد. انا بعزك جدا ومن الناس اللي خاف عليا بجد والله العظيم. مش هتسيبي لي اي حاجه الصراحه. تتبلي يا عم. ايه؟ هو كل الكهرباء بتاعت البتاع فاصل. ايه يا عم فتحي؟ انا زهقت. جيبوا مولد من المركب التاني لسه؟ انا مش عارف افتح عيني يعني. بس قصه ان انت تصور حاجه يعني مثلا يوم تعمل فيه حلقه ولا اتنين صعبه قوي. احنا في يوم عملنا ثمان حلقات. ده مستحيل يا معلم، ده ايه ده؟ انتوا بنزلوا كل مره؟ لا لا تمام، انا خلصت البرنامج ده ثلاث ايام. قويه يعني، تقدري تستحملي؟ انا مثلا ممكن ابقى قاعد مثلا كده احس ان انا تعبان وكده واعيط. اعيط اقسم بالله العظيم. يعني تعيط يعني مثلا احس ان انا ده كتير قوي، اقول انا ليه بعمل كده في نفسي؟ مش عايز اصلا اعمل، مش عايز اشتغل الشغله دي. لا لا عيط لوحدي كده. مع ان انت ما بتشتغلش على طول يعني، بتريح تعمل فيلم وتريح تعمل. ايوه ماشي، بس قصه المجهود الكبير ده يعني انا مجهودي مثلا 6 7 8 ساعات.
انت ما شاء الله يعني انا موجود 80 ساعه. اه انا مش عارف انت بتعملي 3 4 شغلانات في نفس الوقت. انا اصلا لما شفت البيل بورد بتاعك شفته كتير جدا. انا فاكر ده مسلسل. غدا عبد الرحيم بقى طلع ليه ليه بقى ليه؟ لان انا شفت ده وجنبه مسلسل مش عارف بتاع احمد عز وجنبه ده بتاع اشمعنى، فقلت ده مسلسل. وبعد كده استنيت اشوفه برومو ولا تعمل ايه؟ تلوش برومو ما كناش هنعمل برنامج. بس حلو هم عاملين لك كامبين حلو قوي الصراحه. اتجوزت انت صح؟ اتجوزت بقالي سنه. مجنون انت صح؟ رسمي نظمي. لكن في ناس كتير انتحرت في الحركه دي. انتحار خفيف كده. البنات كلها اتكومت. كده حطمت قلوب العذارى. اريح. بس كله قال لك كله متجوز وبتاع مش هيعملها تاني، وفجاه رحت مدي قلم لكله ومتجوز تاني. سريع. جريء بقى. دي حركه صراحه يعني. خدت القرار ده ازاي؟ ما خدتوش والله، بس هي القصه كلها ان هي والله نصيب. هو جه نصيب. بس جت نصيب يعني. انا فكرت اتجوز تاني اصلا. يعني ليه تتجوز اصلا؟ اتجوزت مره عارف ان الجواز ممل. القصه ان كل واحد بيشوف حته يعني او حياه معينه هو يبقى مرتاح فيها. بس انت عارف ان في بنات كتير قوي كانت معجبه بيك؟ غير يعني ان احنا عارف. ما اكيد هي شغلانتنا كده. انت شغلانتك ان انت تبقى شكلك كويس وتهتم بلبسك وتغني وتعمل شغال. بقول هي قصه شغلانتنا دي كده، ان انت لازم الناس تبقى بتحبك زي ما انت شوفي قد ايه بيبقى ليكي معجبين. بس اكيد في ناس بتحبك مش عشان انت مغني. اكيد ما انا عارف طبعا، بس انا عايز اقول لك ان زي ما انت برضو ليكي ناس بتحبك على المستوى الشخصي وناس بتحبك على ان انت مغنيه وعايزين يصوروا او بتمثلي او تعملي برنامج او فاهم قصدي؟ اكيد انت خدتي بالك في السنتين الثلاثه اللي فاتوا دولت ان انت خلاص بقى في حاجات كتير قوي ليكي شغل وحاجات، فانت بتشوف الناس بتتعامل معاك ازاي؟ اللي بيحبك يقول لك انا بموت فيك وانا بحبك خلاص تتعامل معاه. لا بس انا ما حدش خالص قال لي انه بيحبني. ما كانش عندي وقت. طب دلوقتي عندك وقت. ما حدش خالص قال لي كده. لا انت برضه الرجاله بتبقى اكتر. الصوت ده الصراحه عالمي. لا يعني انتوا اكيد بيبقى عندكم برضه مأساه ان انتوا بتحبكوا. هو بصي انت لو فتحتها على البحر مش هتعرف تعمل اي حاجه. مش هتعرف تعمل اي حاجه. مش هتعرف تشتغل ولا هتعرف تعمل اي حاجه. بس ممكن حد واحد يعني يحبه ما يبقاش واخد باله. ممكن. يعني ممكن ناس كتير قوي يبقى مركز ان هو عنده فانز كتير ومش عارف ايه وبتاع، يبقى في حد في مشكله بقى ان انت في سن معين لو جالك وعديته بقى وما اتجوزتش وكده وبتاع مش هتعرف تعمل حاجه خالص. هيعدي منك القطر ده. اتجوزت وخلفت. ايوه ماشي، انا بتكلم على الناس التانيه عموما مش بتكلم عليا. لا انا بتكلم عليك انت. يعني انت كنت عارف مين حواليك بيحبك ومين ما بيحبكش؟ بس في مشكله في الموتور بتاع المركب. طب احنا ما نصور واحنا واقفين كده فيها ايه؟ ماشي ما هو مش هيبقى صوت. خلينا كده احنا كده تمام. طب يعني قد ايه؟ تمام كده يا معلم. فين نصور؟ كده احنا نصور كده. مش عارف يعني هو مش عارف اصلا عنده مشكله في ايه. هو مش عارف. لا نصور احنا يا عم. انا ايه سرقت؟ بس النبي اهم حاجه تاكدوا ان الصوت طالع عشان ما يحصلش زي طلعت زكريا والنبي. روحنا لقينا الصوت بتاع الحلقه كله بايظ. طب انت كده سامعني؟ هي ايه المشكله؟ اديني بقى. لا مش سامعك. المولد بتاع الكهرباء مش عامل في الصوت. مش شغال. مفيش كهرباء. بس انت مرتاح دلوقتي في حياتك؟ الحمد لله. مية مية. طب احنا هنشتغل يا نجم ولا احنا يعني احنا يصلح. يعني احنا هنصور واحنا هنا ولا هنمشي ولا هنعمل ايه؟ لا واحنا ماشيين. بس الصوت يشتغل. اه سامعني كده؟ طيب واحد اتنين تلاتة. مش سامعك. ما لو سامعك كنا سجلنا. ماشي. وهو سامعك وانا قاعد اقول لك عمري ما حد حبني. سيستم داون. بس
انا هقول لك برضو يعني سر. ايه؟ قولي لي، ما حدش سامع ولا ما حدش واخد باله. ايه؟ ما حدش واخد باله من اي اسرار. لا ما حدش ياخد باله. انا اصلا في المايك انت فاتحه ولا لا؟ انا ما اعرفش هم من عندهم بقى. بس فتحي. هم غالبا ما فتحوش. فتحي. يا فتحي. في ايه يا فتحي؟ خلي الراجل ينجز يعني. ده طبعا. ماشي يا عم، شوف ايه المشكله عنده، خليها ده. صوت صوت نجم يابا. ماشي يا ابو كله بتاع تظبط. ها حد يظبط انا رجعين عك. قولي لي السر بقى. اصلا خلاص ايه السر هو؟ عارف ان في يعني بدون ذكر اسماء، انت عارف في بنات كتير كانت معجبه بيك صح؟ احنا عارفينهم. اه السر قصص حب وناس اتخانقت وقطعت بعض عشانك وحاجات. سر شوبس. لا لسه هقول لك السر. ماشي. ايه؟ مالك احرجت من الاول بقول لك اي حاجه؟ هتحرج. ايه؟ هتحرج جدا. من ايه؟ وانا لسه قلت لك حاجه؟ ماشي. لا انا من الناس اللي كنت معجبه بيك. طيب انا بهزر. امي ده عيالي. بس انا لو كنت قلت طبعا كنت هتقتل في العيله وبره العيله. كنت انت مكوش على كل حاجه جوه العيله يا عم. ولا مكوش انت فاميلي وبره الفاميلي. ولا مكوش ولا بتاع. انا غلبان والله. وبعدين ما كنتش متخيله ابدا ان انت ممكن تتجوز تاني يعني. وبعدين انت متجوز وملتزم. انا ملتزم. انا بحب اصلا الحياه دي. بحب ان انت تبقى ملتزم. بحب ان انت تبقى مش اللي هو كل شويه في حته. لا بس اكيد كنت بتلعب بديلك شويه. تبقى ايه؟ بلعب بديلي قوي. لا بلعب بديلي انا طيب. هو انت عندك كام سنه؟ اديني كام سنه؟ اكيد اصغر مني. اديني كام سنه؟ ستايل بقى اللي هو ايه؟ عندك كام سنه؟ لا قول انت الاول. لا اكيد اصغر مني. ماشي تديني كام سنه انت؟ دي من الحاجات اللي يعني كنت معجبه بيك جدا بس ما حسيت ان ما شايف. مالك محرج كده؟ محرج جدا انا. ايه؟ لا ده خلاص الموضوع عدى. ها الموضوع عدى وراح انتهى. لسه ولا ايه؟ لسه. اشكرك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عندك كام سنه؟ انا عندي. انت تديني كام سنه فاتت؟ انت كريهان من جواكي تديني كام احساسك؟ بص انا ايه اللي خلاني اتشد ليك؟ فاكر لما كان انا عندي مشكله كده وانت كلمت حد كلمتها وقلت لها لا ما حدش يجي جنبها ومش عارفه ايه وانا اقف جنبها ونعمل ونساوي وبتاع. انا بقى من يوميها اللي هو قلت الواد ده واد هيمان واد مجدع واد مجدع. لا بس انا في الحته دي جدع قوي يعني. يعني انا اكتر حاجه تضايقني في حياتي ان حد من صحابي او حد من الناس اللي انا بحبهم او بعزهم. لا وقفت جامد وقعدت تقول انا هعمل وهسوي ومحدش يجي جنبها ومحدش يقرب لها ومحدش يتكلم عليها وانا ما كنتش اعرفك قوي. فكنت حاسه ان ايه ده سوبر مان نزل لي من السماء. لا انا في الحته دي والله العظيم طبعا ما كانش ينفع اتكلم لان كان كل البنات اللي حواليا حد من صحابي او كده والله العظيم اي حاجه انا كأني كاننا هم. ايوه بس انا عشت هيمنه مع نفسي كتير. ابتزت ودي لي فعلا والله العظيم ما بعرفش. ست يا ما قلتليش اي حاجه. ولو كنت قلت لك انك تضرب بالنار. لا لا ما اقدرش. كنت تضرب بالنار جامد. كام سنه؟ انت ما اديتنيش برضه لازم تقولي كده. اديني كام سنه؟ 34 سنه؟ لا. اقل؟ ايوه. لا لا. ايوه انت قول يا طنط. طنط ايه بس يا عم؟ ايه كان؟ ده صوت الجوز اللي ماشي. هنبتدي؟ كام؟ 32. انا كنت صغير صغير. شفت بقى ان هي دي كانت المشكله الحقيقيه اللي ما كنتش عايزه تقوليها عشان خاطر. انا كنت عارفه انك صغير بس مش عارفه انك صغير قوي. لا ليه؟ طب ما انت صغيره كمان. صغيره ايه؟ صغيره خالص. تكبر مني بسنتين مثلا.
سنة. سنة سنتين. يعني انت ممكن ترتبط بحد اكبر منك في السن؟ لا. الصراحة يعني. الصراحة لا. يعني بس انا لو كنت جيت قلت لك ساعتها كنت هتسيبني؟ اه مش هتسيبه لان انا انت عارف انا بعزك جدا طبعا. لا ما بهزرش. لا والله انت عارف ان انا بعزك جدا والله وبعرف. وانت اذا اكتر من اختك كمان. يعني. واكتر كمان والله. ايه بس اختك مش حاجة تانية يعني عمرك ما بصيت لي كأنثى. لا بالعكس بصيلك كفنانة كأنثى وككل حاجة يعني. بس في حتة برضه الاخوات يعني. حتة دي يعني. بقولك ايه ليه ما ترتبطش بواحد اكبر منك؟ ما جاتش يعني يعني لو جات صدفه ان انا حبيت واحده اكبر مني. انت دلوقتي لما قلت لي لا في حته الاخوات دي طب مش انت كده بتحرجني؟ انا كده بندردش انا على فكره بنتكلم عادي يعني انت سالتيني فانا بقول لك احنا زي الاخوات وبعدين والله انا بعزك جدا وحياه ربنا. ايوه يعني عمرك ما كنت هتفكر فيا في حاجه غير اختك. يعني ما جاتش الفرصة ان انا افكر في حاجة غير اختي بس انت واحدة هايلة وناس بتحبك وليك جمهور بس مش عارفة ليه ما فيش حد بيبص لي كعبد يا عم ده انت الرجالة عليكي كده مين ده؟ انت بس عشان مثل ايه؟ اه عشان الحسد ما فيش حاجة لا لا طبعا اكرم بس انا كنت عايزة اقول اللي اكرم في قلبي بس عشان وانا بس بقول اللي في قلبي غني لي حاجة غني لك نعم ايه يا عمر انا مش متضايقة على فكرة خالص مش متضايقة خالص اغني لك ايه؟ لا قولي بس كده بما ان عمرك ما تفكر فيا كحبيبة وكده غني لي حاجة حب يعني حاجة تحسسني ان انا بني ادمة اغني لك اقول بما انك اديتني جردل زبالة لا ليه يا بنت احنا كسفتني كسفة سودة دلوقتي لا لا اغني لك اغنية بس انا قلت بدل بما انك جاي البرنامج فافكر لك طب نغني ايه؟ انت قولي انت غني طب وانت اي واحدة فيكي تقول لك انها معجبة بصفة كده؟ عادي يعني لا بجد شكرا ربنا يخليك وبعدين في ستايل بقى واحده ده انت مش فاكر انا مين انا السنه اللي فاتت لا اللي قبلها اتصورت معاك في كورت لا انا بكلم لما زميله جوه دلوقتي زي انت زميله وعزيزه وفي القلب انت في القلب من جوه حل الشغل يا عم انت قلت لي هنشتغل بقى بقالك اخر يوم ده غريب بقالك ساعتين المهم اللي هم نكمل احنا الكلام بتاعنا قولي بقى بتقولي ايه حياتي في بعدي عنك مش حياة ده انا بعدي منك قلت اه مشتاق لحضنك وعاملي هو انا ما بجيش على بالك ولا عذابي بيحلالك طب انا ما بجيش على بالك ليه؟ طبعا بتيجي على بالي جدا كل ما افتح كل ما افتح التلفزيون الاقي مصيبه مثلا واحده بتموت وانت انقذتها يمكن يعني نوعيه البرامج اللي انا بعملها دي ما تديش ايحاء اني ست يعني صح؟ والله صراحه نوعيه البرامج اللي انت بس في برنامج اقسم بالله كيفت منك تكييفه إيه واحده ست كده بتقول لك اصل ما فيش ربنا ولا اقسم بالله كان نفسي ابقى معاكي كنت كلتها وقال لك ايه طلع قال لك ازاي ترضيتها دي اخد لقيت واحده بتقول لك اصل انا العلم وانت بتقولي لها ايه انت انا فاكر الحلقه دي اتفرجت عليها مرتين انا فبتقولي لها انت دكتوره في قالت لي انا دكتوره ان انا بقرا وكتير ماشي انت دكتوره في ايه بتقولي لها لا اصل هقول لك قالت لك لا انا دكتوره يعني ايه يعني بشوف العلم لا هقول لك حاجه اصل قال لك ايه طب هي جابتها ليه بقى ما هتطردها لا انا ممكن اجيب ملحد يتكلم باحترام لا يتكلم يقول لك انا بشوف لكن ما يشتمش بقى لا بس في لك انا السلام. شايف ان واحد اتنين تلاتة وعايز اعمل مش عارف ايه بتقول لك لا انا شايف ان شاء الله انا عاد خالص انت والله العظيم ده انت في القلب سقفوا له طيب الراجل اللي كسفتني في البرنامج ليه بس وانتوا اصلا كنتوا بتصوروا الجو ده والله العظيم ده انت في القلب سقفوا له طيب ليه بس وانتوا اصلا كنتوا بتصوروا الجو ده ها
عمال تقول لي الموتور يا بنت. انا انا راجل انسان، انا انسان من جوايا. وقلت لك انت لا يا، انا عايز اسال سؤال. انا دلوقتي انا عمري ما راجل قال لي اعتبريني ما لا انت عليكي قد كده قد كده والله العظيم. ليه بس؟ لا والله بس كل ما اشوف حد يقول لي انا بس بحب ريهام، قلت له لي رجاله ده رجاله عليكي قد كده. ثانيه، هو كنت قافشني ولا بجد؟ لا والله انا قلت حد يقول لك انا معجب بيكي تروح قايل له على طول احنا اخوات كده يعني ما يعني ببقى كده لذيذ. بس انا قلت احنا ايه هنمشي كده نتكلم شويه بقى ونبدا بقى نعمل موتور. وانا خفت الصراحه اتنط من الميه ولا اي. بس يعني ما بتحركش لما واحده تقول لك يا معجب بيك وانت مش معجب بيها. ما تمشيش الام، ما تحركش. انا يعني بديها ستايل كده الحب بقى، ربنا يخليكي. بس انت ما قلتليش كده، انت قلت لي اختي على طول. لا انت انت اختي واكتر كمان والله العظيم. مفيش امل يعني ولا حتى طبعا ده ولا ده. بقول لك ايه، انا انسان بقول لك ايه، بيقول لي لا في العادي بعيش حب واقول وانت عاجباني برضو. انا مفيش افني ضبط. لا بس بجد هي الانسان يعني شايف القمر ده قاعد جنبك ومفيش اي. احلى واحده في العالم لسه بقول لها والله. ريهام دي، ريهام دي في القلب. نور رفضني. بالعكس محمد نور رفض. بالعكس والله العظيم برافو عليك بجد ريهام. يا شيف مذكور وعصام كريكا طبعا. عصام كريكا بالذات يعني هو في قلب، يعني هو عنده قلب رهيب. قلب كبير روميو. قال عصام كريكا بالذات ده حبيبي. بس هو ملك الحب، هو حبيبي يعني ملك الحب. على الاقل ما صدنيش، اديني ثقه في نفسي. لا بالعكس، بالعكس احنا كده. هو زي اكبر منك بكام سنه كده؟ سنه سنتين كده يعني. نص اقل والله. يا جماعه بصوا ريهام دي لا ولا قلب ابيض ولا حاجه، وبيكسف الستات اهو عادي. ليه يا جماعه بس كده؟ انا طيب والله. بقولك ايه، ده بدون تردد انا سامع قاعد. احنا اخوات واختي واكتر. ما بتحركش. لا مش صاحبي، مش بيده. لا بس هو عارفني بذمتك. انا بذمتك كلامه في مواضيع بينا بجد عشان يعني. طب بذمتك انا محترمه ولا لا؟ لا محترم قولي طبعا. بس يعني على خلق ولا لا؟ وعلى خلق بالله العظيم ريهام دي في القلب. اطلب ايدي. سقفوا سقفوا بقى، سقفوا ريهام يا جماعه. انا ريهام دي بجد والله العظيم سقفوا لها سقفه كبيره جدا. بجد ريهام انا دلوقتي لما تيجي تنقي العريس تقول لي تيجي تغني في الفرح. او اغني في الفرح وارقص كمان. طب غني لنا حاجه اخيره. رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غيابه وبقاله زمان. غنوا وقولوا شهر بطوله، غنوا وقولوا اهلا رمضان. بحبك يا محمد. يوم رؤيتك لما تجيلي.